إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا سامع الشكوى، يا من يعلم السر واخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك، جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارفع به مقامنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله دليلنا، اللهم زدنا به تمسكا، وزدنا له تدبرا، وزدنا به فقها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم أسكنهم فسيح جناتك، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا
أمتنا. اللهم يا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا. اللهم يا ناصر المظلومين، يا فرج المهمومين، فرج هموم إخواننا في الشام. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أنزل عليهم نصرك وثباتك وتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في سوريا على العلوين، وفي اليمن على الحوثيين، وفي بورما على البوذيين، وفي فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم احفظ مقدسات المسلمين. اللهم وأدم الأمان والأمن على بلاد المسلمين، وخص منها بلادنا بلاد الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حكم في المسلمين شريعتك وسنة نبيك، وول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم سدد قولهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم. اللهم فقههم في دينهم، وارزقهم متابعة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح إعلامنا وارفع أعلامنا، وأصلح مناهجنا ومناهج المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا يا ربنا. إلهنا لقد مضى نصف شهرنا. اللهم يا ربنا كما تفضلت علينا بإدراك أوله، اللهم فمن علينا بإدراك آخره، واجعل يا ربنا صيامنا مقبولا، وذنبنا مغفورا، وسعينا مشكورا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم إخوانا وأخوات لنا صاموا معنا أول شهرنا وتخطفتهم يد المنون، وأصبحوا رهيني قبورهم تحت الثرى. اللهم اغفر لنا ولهم، وارحمنا وإياهم. اللهم اجمعنا بهم في فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم أرضنا وأرضهم، اللهم أرضنا وأرضهم. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من عم برحمته كل شيء ووسعت رحمته كل شيء، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
اللهم إن اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا ضاقت بنا الأرض بما رحبت، اللهم لقد ضاقت بنا الأرض بما رحبت وتوالت علينا ذنوبنا وأسرتنا خطايانا، اللهم يا ودود يا كريم يا فعالا لما يريد، يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، اللهم بك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم يا راحم المستضعفين، يا فرج المهمومين، يا كريم يا جواد يا ماجد، اشف اللهم مرضانا، اشف اللهم مرضانا، اشف اللهم مرضانا، اللهم خص منهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات والزوجات يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك وحدك تعلم ما أصاب إخواننا المسحورين ومن ابتلوا بعين أو مس، اللهم أنت أعلم بحالهم، اللهم إنك تسمع كلامهم وترى مكانهم ولا يخفى عليك شيء من أمرهم، أنت الكريم، أنت الكريم، أنت الكريم الذي لا يبخل، أنت الحليم الذي لا يعجل، سألناك ربنا في هذه الساعة إلا شفيتهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا، هذه فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة